السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب وبنات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. طب يا دكتور، احنا بنحل إيه دلوقتي يا مستر؟ بنحل يا دكتور إكزام نمبر 2. خلاص نبتدي بقى، يلا ندخل في الموضوع ونشوف أول سؤال. طبعا بذكرك لو ما كنتش مشترك اشترك، فعل الجرس، ساش بقى لايك وشير لكل زمايلك. بيقول لك إيه، وات إز ذا برانش أوف الكيمستري which is interested in the study of the process of separating mixture of acetic acid and lactic acid. يعني ايه؟ انا عايز اقول لك هو مين البرانش اللي مسؤول عن عمليه السيبريتنج؟ مش انا قلت لك سيبريتنج معناها يعني جايه من اناليسيز؟ مش معنى اناليسيز يعني سيبريتنج. طب الاناليسيز يا دكتور ماله يا مستر؟ مش انا قلت لك ده نوعين، اللي هي الاناليتيكال كيمستري، طبعا ده نوعين عباره عن ايه؟ يا اما كواليتيتيف اللي هو الكواليتي، او كوانتيتيف، كوانتيتيف اللي هو الكوانتيتي. فهمت اللعبه؟ يبقى انا عندي كواليتي وعندي كوانتيتي. خلاص، يبقى اذا ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على اناليتيكال كيمستري. فين الاناليتيكال كيمستري اللي هي نمبر ايه؟ نمبر سي. حلو جدا، يلا نشوف سؤالنا اللي بعده. طبعا هو بص بيقول لك بعد كده ايه، as well as estimation of the percentage، لان طبعا ده يعرفني البرسنتج اللي هي الكوانتيتي. طب الكواليتيتيف يعرفني التايبز طبعا بتاع كل ايه، بتاع كل اسيد. يبقى ده اسيتيك، ده ايه؟ ده لاكتيك. فهمت اللعبه؟ طيب يلا اللي بعده، يلا يا مستر. Avogadro's number is symbolized by Na. What is the number of neutrons in 2.3 gram of sodium? طيب صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. هو دلوقتي قال لي ان افوجادروز هندي له الفاليو دي، يعني مش هنعوض بالفاليو 6.02 تايمز 10 باور 23. هو شال الرقم ده وقال لك احنا نعوض عنه بال Na، مفيش مشكله. انا عايز اعرف عدد النيوترونات في ايه، في 2.3 جرام من الصوديوم. حاضر، اولا في تفصيله لازم نعرفها، ايه هي؟ ايه معنى الارقام دي؟ تعالى بقى افكرك بيها. الارقام دي يا دكتور معناها ايه؟ انا عندي يا مستر ال ان ايه 1123، ال 11 ده كان عباره عن الاتوميك نمبر، ده الاتوميك ايه؟ نمبر، اللي هو عدد البروتونز البوزيتيف، اللي هو عدد الالكترونز اللي بتروتيت اراوند مين؟ النيوكليس. خلاص؟ طيب الحاجه الثانيه ان اللي فوق ده الماس نمبر، الايه؟ الماس نمبر. طب بص بقى، كنا نرسم النيوكليس كده، نقول لك اهو ادي هنا انا عندي 11 بروتون، مظبوط مظبوط. كان في حاجه تاني اسمها نيوترون، صح كده؟ صح. النيوترونز دي بقى اللي هو الرقم ده ماينس ده، يعني ايه؟ قول لي 23 اللي هو الماس نمبر اللي هو بنديله الليتر اي، فوق كده بيبقى ايه، وهنا زد وهنا ان. خلاص، يبقى ال 23 ماينس ال 11 يطلع لي كام؟ 12. يبقى انت عندك هنا 12 بروتون. ليه؟ عشان لما اجي اقول لك هو ايه الماس نمبر بتاع الاتوم دي، هتقول لي يا مستر انا بجمع اللي موجود جوه النيوكليس اللي هو البروتون مع النيوترون، يطلع لي 23. فهمت؟ طيب هنا الفكره فين بقى؟ الفكره ان انت في النورمال كل 23 فيهم كام نيوترون؟ اهو دي الماس. خلاص، ده الماس بتاع الاتوم، تمام؟ ده اللي هو الاتوميك ماس. الاتوميك ماس ده بقى فيه كام نيوترون؟ هتقول لي فيه 12 نيوترون. طيب ال 2.3 اللي هو بيسال عنهم يكون فيهم قد ايه؟ فهمت اللعبه؟ خلاص، يبقى احنا نعمل ايه يا مستر؟ هتقوم عامل كده، يبقى تقول لي كده 12 تايمز 2.3 اوفر 23 طلع بكام؟ طلع ب 1.2. خلاص. لذلك يا دكتور 1 بوينت، يبقى ال 2.3 دول هيبقى فيهم قد ايه؟ هتقول لي 1.2 افوجادروز ايه؟ افوجادروز نمبر. يبقى ال 1.2 دول هنضربهم في افوجادروز نمبر. فهمت اللعبه؟ يبقى انهي تشويز يا دكتور؟ هتقول لي التشويز نمبر ايه؟ يبقى هي دي الايه؟ الرايت تشويز. يبقى هي الفكره كلها ان هو مديني ماس محدده وعايز يعرف النيوترونات اللي موجوده في الماس دي. طيب سؤالنا اللي بعده بيقول لك ايه؟ which of the following is not found in the aqueous solution of HCl؟ عارف يعني ايه اكوا سوليوشن؟ الاكوا سوليوشن يعني انا عندي اهو ادي ووتر، هنجيب الاتش سي ال، ها هعمل له ديزولف في مين؟ في الميه. انا قلت لك هيسيبريت انتو ايه؟ ايونز. ادي البوزيتيف، ادي النيجاتيف. خلاص، لذلك الاتش سي ال ده سترونج اسيد، فبيحصل له كومبليتلي ايونايزد، يعني ده مش هيكون موجود خالص. هو بيقول لي ايه بقى؟ which of the following is not found in the aqueous solution. الاتش موجوده طبعا، يبقى دي ايه؟ مش هختارها. طب ال H2O ما هو دي الميه اللي انا بعمل ديزولف فيها، يبقى دي موجوده. هو بيقول لي نوت فاوند، مش موجوده. طب السي ال ايونز، طب ما هو موجود، انما ال HCl مش هيبقى موجود منه حاجه خالص. ليه؟ لان كله هيتضاف في الووتر ويتفصل لايونز، فهو ذات نفسه مش هيتبقى منه حاجه. احنا حتى بنقول اسم نوعه كومبليتلي ايونايزد. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يلا نشوف اللي بعده. يلا يا مستر. What is the empirical formula of the metal M oxide if ان الماس برسنتج اوف الاكسجين ان ات ايكوال كذا؟ حلو قوي. بص يا دكتور، اي امبيريكال فورمولا انا قلت لك هنعمل ايه؟ اهو اي سؤال يا مستر. عذرا، اي سؤال عن الامبيريكال فورمولا نقول ماس مولر ماس نمبر اوف مول امبيريكال فورمولا،
تمام، يلا نشتغل بقى، يلا بينا. هو بيقول لي ميتال اوكسايد، يعني ادي الميتال وادي الاوكسايد. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب بيقول لك ايه؟ if ان الماس برسنتج اوف الاكسجين ان 8 از قد كده، يبقى دي الماس برسنتج للاكسجين 40، يبقى التاني بكام؟ هتقول لي ب 60. طب يلا دي مين؟ دي الماس. طب المولر ماس؟ ها هتقول لي مولر ماس الام ب 24، يبقى هنا 24. طب مولر ماس الاكسجين بكام؟ ب 16. يلا هعمل ديفايد، يبقى نقول كده 60 اوفر 24 طلعوا بكام يا مستر؟ ها طلعوا 2.5 اهو، يبقى 2.5 ده النمبر اوف مول. طب هنا 40 اوفر 16 طلع ب 2.5 اهو، 2.5 تمام كده، تمام يا مستر. لذلك الاثنين زي بعض صح، اوفر 2.5 اوفر 2.5، لان انا عايزه يطلع انتجر نمبر. يبقى هنا 1 هنا 1، اه يبقى الام موجوده مره والاو موجوده مره، يبقى هي ام او. فين الامبريكال ام او؟ بي، يبقى هي دي الرايت تشويس. فهمتني؟ تمام، عظيم جدا. يلا اللي بعده، الرياكشن اوف الكوبر تو اوكسايد ويز السلفوريك اسيد. خلاص ادي الكوبر تو اوكسايد مع السلفوريك اسيد، ادانا ايه؟ ادانا كوبر سلفيت اي كيو سوليوشن مع ووتر ليكويد. تمام، وات از ذا ايونيك ايكويشن ويتش ريبريزنت ذيس رياكشن. حلو جدا، احنا اتفقنا على ايه يا دكتور؟ قلنا يا مستر كل ما هو اي كيو هيتفك، طب كل ما هو سوليد ليكويد يفضل زي ما هو. طب يلا بقى ننقلها كده ونشتغل. يبقى انا عندي ايه؟ هتقول احنا عندنا الكوبر اوكسايد سوليد بنفعله مع مين؟ مع السلفوريك اسيد اي كيو، هيدينا كوبر سلفيد اي كيو مع الميه ليكويد. صح كده؟ مظبوط. يلا بقى نجيب الايونيك ايكويشن، ده يتفصل؟ لا، يبقى يفضل زي ما هو سي يو او سوليد. ها بلس، ده يتفصل؟ اه افصل، كاتاين اناين. ها يبقى انا عندي 2 اتش بوزيتيف بلس اس او 4، الاس او 4 انت عارف دايما ان هي بنيجاتيف 2، يبقى نيجاتيف 2، ده اي كيو وده اي كيو. ها نفصل، ده يتفصل؟ يتفصل طبعا. ها هيبقى كبر مش السلفيت نيجاتيف 2، اه يبقى ده بوزيتيف 2، يبقى ده بوزيتيف 2 اي كيو. طب والسلفيت؟ ها هتقول لي اس او 4 نيجاتيف 2 اي كيو بلس، الميه تتفصل؟ لا دي ليكويد، يبقى هتفضل زي ما هي. فهمتني؟ يلا بقى مين السبكتيتور ايونز بقى؟ مين الايونز اللي هي متكرره؟ ها هتقول لي ده يروح مع ده، يتبقى ايه؟ يتبقى 1 2، وادي 1 2، يبقى انا عندي في الرياكتنت هيدروجين ايونز وفي البرودكت كبر ايونز اهو. في الرياكتنت هيدروجين ايونز، في البرودكت كبر ايونز، اذا يبقى ايه هي الرايت تشويز؟ وادي الكبر وادي الليكويد، يبقى دي مظبوطه. لان مش هينفع يتبقى سلفيد، غلط. طب والاكسجين ده جه منين؟ ها طب وينفع ال H2SO4 تبقى زي ما هي؟ لا، احنا قلنا السلفيت هتروح مع السلفيت، ما ينفعش، فدي كمان ايه؟ غلط. يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. اللي بعده بيقول لك ايه بقى بعد ما نصلي على النبي كده وتصحصح عليه افضل الصلاه والسلام؟ بيقول لك 2 جرام من الكي ان او 3 سولت مالهم؟ اتس مولر ماس از كذا. يبقى خد بالك بقى، انا عندي ماس من السولت خلاص ومديني مولر ماس بتاعته، يبقى انا كده معايا النمبر اوف مول هنا خلاص. المفروض بقى نفكر كده يا دكتور، ار ديزولفد ان ا سويتابل اماونت اوف الووتر، الووتر ده سولفنت. طب والسولت سوليوت، ايوه كده صح، برافو عليك. طيب تو فورم ا سوليوشن هوز فوليوم كذا، اه مديني فوليوم السوليوشن وباللتر، ده راجل زي الفل. وات از مولر كونسنتريشن، اهو المولر كونسنتريشن مولاريتي، ها فاكر المولاريتي كانت ايكوال ايه؟ ادي المولاريتي يا مستر، ها ايكوال النمبر اوف مول بتاع السوليوت على الفوليوم بالليتر خلاص. يبقى انا هقول كده المولاريتي ايكوال النمبر اوف مول بتاع السوليوت اوف السوليوت اوفر الفوليوم اوف السوليوشن، ها بالايه؟ بالليتر. حلو، يبقى انا عايز اجيب النمبر اوف مول. طب ما هو النمبر اوف مول ماس اوفر مولر ماس، المولر ماس بكام؟ ب 101، دول كده فوق، ده النمبر اوف مول على الفوليوم بالسوليوشن 0.5 خلاص، ده يطلع كده الاجابه بتاعتك. فانت تقوم عامل علامتين ديفايد، تقوم عامل 2 اوفر 101 وتحت تقوم عامل ايه؟ 0.5. شكرا، هيطلع لك كام؟ ها هتطلع لي 0.030، هو طلع كده 0.039، 0.039 ان هي لما تقربها تبقى 0.0 كام؟ 4، يبقى هو ده اقرب اجابه للصواب خلاص. يبقى هي دي الايه؟ الرايت تشويس. تمام كده؟ يلا اللي بعده،
بيقول لك ايه؟ ان الاوبوزيت جرافيكال فيجر شود ذا نورمال بايلينج بوينت اوف 3 ديفرنت سبستانسز. حلو جدا، يبقى ده بيعرفني البايلينج بوينت ل 3 ديفرنت سبستانسز. عظيم جدا. اول واحده عندي الاكس عند 34، الواي عند 100، والزد عند 357. 100 دي اي ثينك ان هي طبعا ووتر، لان احنا عارفين البايلينج بوينت بتاعت مين؟ بتاعت الميه. من نقول بقى لسه نتعرف عليه، هو عايز ايه؟ بيقول لك which represent water di ethyl ether the volatile substance. بص، water خلاص احنا عرفنا ان الواي دي water، ليه؟ هي اللي بتبويل عند ال 100، دي معلومه يعني مسلمات كده. طيب الداي ايثايل ايثر يا دكتور ده فولاتايل سابستانس. يعني ايه فولاتايل سابستانس؟ يعني السابستانس دي لو احنا سيبناها في الروم تمبريتشر لوحدها هيحصل لها ايه؟ فولاتايل. فبيحصل لها فولاتايل يعني بتتطاير، والفوليوم بتاعها يقل بمرور الوقت. تعال بعد يوم يومين مش هتلاقيها موجوده خالص، فاهم؟ فدي معناها ايه؟ معناها اصلا ان البويلنج بوينت بتاعتها قليله جدا جدا جدا. فهمت اللعبه؟ ليه؟ ما احنا عارفين امتى اي سابستانس بتبويل، لما الفيبر بريشر بتاعها ايكوال الاتموسفيريك بريشر. مظبوط مظبوط. طب ما هو دي الفيبر بتاعها كتير قوي 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 قوي، لذلك ايه؟ يبقى هي مش محتاجه تسخن، ده هو اصلا في اقل حاجه هيبقى الفيبر قد الفيبر بريشر، فبالتالي بتكون فولاتايل جدا، فبويلنج بوينت قليله. خلاص، يبقى الاكس ده الايه؟ ده الايثر. يبقى الاكس ده الايثر. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ اند الميركوري ليكويد ميتال ان نو بارتيكل اوردر. يبقى الزد ده الميركوري، هو ده الميركوري وده ايه؟ ليكويد ميتال. بس كده احنا رتبناه. Which of the following represent these substances؟ يلا بينا. هل الاكس ريبريزنت الووتر؟ احنا قلنا الاكس الايثر، غلط. طب هل الواي ريبريزنت الووتر؟ صح. والزد ريبريزنت الداي ايثايل ايثر، غلط. امال ده هي الميركوري. طب هل الواي ريبريزنت الميركوري؟ لا، دي الزد، غلط. يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. ليه؟ الاكس ريبريزنت داي ايثايل ايثر، الاكس الايثر صح. اند الزد ريبريزنت الميركوري، مظبوط زي الفل. يبقى هي دي الرايت ايه؟ الرايت تشويس. انت بس اهم حاجه اقرا كده بالراحه بهدوء، فكر في الحاجه، ما تستعجلش، هتلاقي امورك ان شاء الله كويسه. طيب there are two mixture x and y. حلو جدا، انا عندي اتنين mixture x و y. المكستشر x formed from الساند اند الووتر. حلو قوي، يبقى ادي الاكس يا مستر، ها عباره عن ايه؟ ساند. ادي الساند اهو مع ميه، اذا ده عباره عن ايه؟ ها هتقول لي ده عباره عن suspension. ليه suspension؟ ما انا شايفه قادر اميزه بعيني، يبقى ده suspension. حلو جدا. طب الواي فورمت فروم السولت اند الووتر، يبقى ده سوليوشن. يبقى انا عندي سوليوشن وعندي سسبنشن. حلو الكلام، حلو الكلام. Which of these methods illustrated in the following table determine the most proper methods used in separating this component. حلو جدا. اولا السسبنشن انا بعمل له سيباريشن او سيباريتنج بال، هتقول يا مستر بالفيل الفلترايزيشن. خلاص، يبقى بالايه؟ بالفلترايزيشن، اللي هي الفلتريشن، اسف، يبقى بالفلتريشن. خلاص، يبقى بنعمله سيبريشن بالفلتريشن. طيب امال السوليوشن هيكون بالايفابورايزيشن او الكريستاليزيشن؟ يلا نشوف. اول حاجه نمسك الميكستشر اكس، ماله؟ اولا obtaining ذا ساند باي ايه؟ ها انا هحصل على الساند بالفيرتلايزيشن، تمام كده؟ يبقى ده مستبعد، ده مستبعد. طيب الحاجة التانية ايه هي يا مستر؟ obtaining الووتر باي ايه؟ ها الووتر بديستيليشن ولا فلتريشن؟ ما احنا مجرد ما عملنا فلتريشن انت كده فصلت المية عن الرمل، يبقى اذا دي ايه؟ يبقى دي كده مستبعدة، يبقى دي مظبوطة. طب ما نتأكد يا مستر، تعالى الميكستشر واي ماله؟ هل obtaining السولت بالكريستاليزيشن؟ طب obtaining الووتر بالديستيليشن، يعني تحصل على الميه بالديستيليشن بالتقطير؟ عادي، انا قلت لك ديستيليشن شغال، انما استحاله تحصل على الميه بالايه؟ بالفلتريشن. يعني تفصل الاثنين بالفلتريشن، غلط. ليه؟ لان السولت هيقع مع الميه، فدي كده غلط. خلاص، يعني بص اي حاجه للسوليوشن فلتريشن غلط، ديستيليشن واحنا استبعدنا دي، يبقى هي دي الاجابه المظبوطه. عندك اكتر من طريقه تتاكد ان انت ايه اجابتك زي الفل. يلا اللي بعده، يلا يا مستر. بيقول لك الدايز which are extracted from the following plants can be used in preparing الكيميكال indicators except. يعني ايه؟ يعني الصبغات اللي احنا عملنا لها extraction من البلانتس ديت اقدر استخدمها في الكيميكال indicators ما عدا، يلا بينا. ها الاوريجينال كلر اوف ذا داي يكون بيربل جرين بينك يلو. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الكلر اوف الدايز ان الليمون جويس، ليمون جويس يعني في الاسيد، صوديوم بايكربونيت يعني في البيز. البيربل ده اللي هو كان الليتموس، حصل ولا ما حصلش؟ هتقول لي حصل. طيب هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك
ويتش ار كلهم، يعني كلهم اقدر استخدمهم ما عدا، خلاص ما عدا اكسبت، يبقى في حاجه غلط هي اللي هنختارها. تمام كده؟ تمام. هنا البيربل، هنا ليه بينك، هنا جرين. طب الجرين ها ده في الاوريجينال في الاسيد يلو وفي البيز يلو. اه طب انا ده بقى هقدر اميز بيه ازاي؟ مش هينفع. انما هنا بص بينك جرين قدرت اميز، طب بينك يلو قدرت اميز، طب ريد جرين قدرت اميز، فاهم حاجه؟ فهمني. انما بص ده يلو يلو، اه يبقى اكيد هو ده الاكسبشن اللي هو يقصده، يبقى هو ما كانش يقصد ان مثلا الليتمس بيربل فيبقى كذا وكذا او كده، فاهمني؟ يبقى هو كان يقصد ايه، دي شويه انديكيتور مختلفين عن ان احنا درسناهم. طيب تعالى يلا نشوف اللي بعده. يلا يا دكتور، بيقول لك تشوز تو كوريكت انسرز. خلاص يلا بينا. Which of the following pairs doesn't represent a conjugate acid and its base respectively؟ خد بالك انا عايز اعرف مين مش بيريبريزنت الكونجوجيت اسيد اند اتس بيز. حلو. طيب انا دلوقتي يا مستر عشان اشوف الكونجوجيت اسيد اند اتس بيز هعرفها ازاي؟ بص يا معلم، البيز هو عباره عن بروتون اكسبتور. حصل؟ تقول لي حصل. يبقى انت هتبص على اللي هنا وتدي له اتشايه، هل هيبقى ده؟ هتقول لي اه، يبقى انا مش هختارها. فاهم حاجه؟ ليه مش هتختارها يا مستر؟ لان انا عايز الاكسبشن يا معلم. فهمتني؟ طب يلا بص لي على ده، ها ده ايه؟ اديله اتش اي. حاضر، لما اكسبت اتش اي هيتحول ليه؟ اتش بي او 4، بس بدل ما هو نيجاتيف 3 هيقل 1 يبقى نيجاتيف 2. اهو هو ده، اه يبقى ده مظبوط، مش هختاره. ليه؟ انا عايز doesn't represent the conjugate acid and its base. طب يلا ها الاو اتش ماله؟ هل ده بروتون اكسبتور؟ يقدر ياكسبت. ليه؟ عنده اتش اي نيجاتيف، عنده نيجاتيف اهو، عنده ماينس يعني نيجاتيف تشارج، فيأكسبت، ويبقى بدل ما هو اتش اي واحده يبقوا اتنين، فاذا مظبوط مش هختاره. طب ما هو هنا بيقول لي ايه؟ تشوز تو كوريكت انسر. خلاص يبقى كل ده غلط، يبقى هو ده وده الاجابه المظبوطه. اتاكد يلا، ادي لده اتش اي يبقى المفروض يتحول ل اتش 2 اس او 4، فهو قال لي اس او 4 فغلط. يبقى انا هختارها. ادي لده اتش اي ها، يبقى ده اصلا مش هيقدر يستقبل اتش اي، ولو اديته اتش اي جدلا يعني هيتحول لكده ومفيش حاجه بالشكل ده اصلا، فدي ايه؟ فدي غلط اصلا. خلاص، لذلك هو كمان قال لك ان هو سي ال نيجاتيف، فطبعا هتكون ايه؟ هتكون غلط مليون في المية. حلو جدا. يلا يا دكتور نشوف سؤالنا اللي بعده. يلا بينا. Determine one safety measure. خلاص عايزين حاجة safety measure upon performing the experiment which is illustrated in the opposite figure. طيب المعلم ماسك الهولدر بإيده، خلاص فالمحترم ده ماله يا مستر؟ ماسك الاوردر الهولدر بايده، تمام. هنا في ليكويد ودي تيست تيوب وفي جازز. بص الجازز عامل عليها حوارات وهي خارجه، تمام كده؟ تمام. فهو عايز ايه؟ بيقول لي حدد لي واحد سيفتي من اللي هو المفروض يحصل. ها نعمل ايه؟ اول حاجه خالص يا مستر نقدر نقول ان الراجل ده ما ينفعش، الجازز كده شكلها ايه؟ شكلها فيها مشكله. تمام تمام يبقى احنا نقدر نتكلم على ايه؟ ان هو يخلي التست تيوب تكون مالها، تكون الدايركشن بتاعها اوي، يعني فار اوي عن الماوث او عن هيم فيس، عن وشه. ليه بقى؟ عشان ما يعملش انهالينج للايه؟ للايفولفد جاز. طب الحاجه الثانيه يا مستر، ان هو برده مهم ان هو يكون لابس ايه بقى؟ الجلافزات. احنا قلنا في الكيميكال لاب يكون لابس ايه؟ يكون وير الجلافز. خلاص الجلافز. يبقى هنا بقى نقول له نعمل ايه يا مستر؟ نقول له كده ان هو يعمل تشينج في الدايركشن اوف ماوس اوف التست تيوب تو افويد الانهاليشن اوف الايفولفد جيز. رقم اتنين ان هو ايه؟ يقول الايه؟ الجلابزز. يلا اللي بعده. Arrange the following acids ascendingly. خلاص ascendingly تصاعديا according to number of the types of their salts. حال يبقى احنا عايزين تصاعديا لانواع their salts. الفوسفوريك اسيد H3PO4، اسيتيك اسيد CH3COOH، ها اوكزاليك COOH، ها COOH. حلو جدا. بص يا معلم، هو عايز ascendingly، يبقى هيكون رقم واحد اسيتيك، طب رقم اتنين اوكزاليك، رقم تلاته فوسفوريك. اشمعنى يا مستر؟ لان خد بالك بقى يا دكتور، الاسيريك اسيد كان فورم وان تايب اوف السولتس، طب الاوكزاليك ها كان
form two types of salts. فهمت اللعبة؟ خلاص؟ ليه؟ لأن ده مونو بيزك اسيد، وانا قلت لك المونو بيزك اسيد يكون سولت واحد، ها؟ طب وده داي بيزك ماله؟ اسيد، يبقى يكون سولتين. طب وده هتقول لي يا مستر ده كان فورم 3 اهو 3 تايبس اوف سولتس، يبقى ده كان فورم 3 تايبس اوف سولتس اللي هو مين؟ اللي هو الفوسفوريك اسيد. ليه؟ لان هو تراي بيزك اسيد، خلاص؟ يعني عنده 3 ريبليسبل هيدروجين ايون، خلاص؟ يبقى الكوريكشن بتاعهم زي ما قلت لك اسيريك اسيد، اوكزاليك اسيد، ذن فوسفوريك اسيد. طيب يلا السؤال اللي بعده يا دكتور، بيقول لك ايه؟ الاوبوزيت جراف، ماله يا مستر؟ ده بيوضح السوليوبيليتي كيرف اوف الصوديوم كلوريت ان اس ال او 3، ده الصوديوم كلوريت. حلو الكلام، حلو الكلام. بيقول لي كالكيوليت الماس اوف ذيس سولت ريكوايرد تو بي ادد، خلاص انا عايز اعرف الماس الريكوايرد اللي انا هضيفها تو اتس ساتوريتد سوليوشن ات زيرو، خلاص؟ to remain saturated at 50 degrees Celsius knowing that in the volume of the water used as a solvent is 100 milliliter and its density 1 gram. طيب اولا كده كده طالما انت مديني solubility فمعلومة ال volume of the solvent فانا عارف. ليه؟ لان احنا عارفين ان احنا بندزولف في 100 جرام من المية، وكده كده 100 جرام هم 100 مليليتر من المية، دي معلومة ايه؟ ثابتة. طيب انت عايز ايه؟ انا عايز الماس. ماس مين يا معلم؟ السولت. امتى؟ قال لي انا عايز ماس السولت، خلاص، الريكوايرد اللي انا هضيفه للساتوريتد سوليوشن من الزيرو. طب تعالى للزيرو. حلو. الزيرو يا معلم لحد مين؟ لحد ال 50. لحد مين يا مستر؟ دي الزيرو اهي، مظبوط مظبوط. طيب لحد مين؟ لحد ال 50، دي التمبريتشر على فكره. يبقى انا عايز من الزيرو لل 50. طب الزيرو، ها، كان الكلام عندي ايه؟ هتقول لي في الزيرو كانت الماس 80. حصل؟ حصل. امال عند ال 50 ها الماس اصبحت كام؟ هتقول لي 140. فهمت اللعبه؟ فهمت اللعبه. يبقى انت ضفت ماس قد ايه من الزيرو لل 50؟ هتقول لي ال 50 انا وصلت عند 140 والزيرو كان 80، لو انا طرحت الاثنين من بعض يبقى انا جبت لك الماس اللي ادت، خلاص؟ يبقى نقول كده 140 ماينس 80 طلعوا كام يا دكتور؟ طلعوا 60، يبقى انا ضفت بالظبط 60 جرام. فهو عايز ايه بقى؟ عايز الماس بتاعه السولت اللي انا هضيفها للساتوريتد سوليوشن من الزيرو عشان يبقى ساتوريتد عند ال 50. فهمتني؟ يبقى انا لازم اضيف له قد ايه؟ ها؟ هتقول لي لازم اضيف له 60 جرام. فهمت اللعبه ماشيه ازاي؟ خلاص؟ هي دي فكره السؤال. فانت هتقول له ايه؟ هتقول له يا مستر احنا عارفين ان الماس اللي ديزولفد ات الزيرو بكذا، والماس اهو، او نقول كده الديزولفد ماس ات الزيرو ايكوال 80. طب والديزولفد ماس ات ها ال 50 ايكوال كام؟ 140. طب هو يبقى انا كده ضفت قد ايه من ال 80 ل 140؟ 60 جرام. يبقى هي دي الرايت تشويس، خلاص كده؟ طيب يلا نشوف اللي بعده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفولوينج تيبل بيوضح 3 دايمنشنز اوف 4 ديفرنت سبستانسز. حلو جدا. هو مديني كلهم بالميتر متر متر، اذا انا لازم احول كله للنانومتر. ليه؟ عشان اقدر احدد. هو بيقول لي ايه بقى؟ state the letter that refers to the substance which is a 3 dimensional nano substance. ال 3 dimensional بالمره احنا عارفين ان هم مين؟ هتقول لي يا اما الباكي بول، خلاص، يا اما تكون مين يا مستر؟ النانو شيل. المهم هو مش عايز مين، مش عايز اسمائهم، هو عايز يقول له، تقول له يا دبليو يا اكس يا واي يا زد. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هحول لك كل ده للنانو وانت المفروض تحوله. فانا هعمل بوز دلوقتي للفيديو احولهم ونكتب الارقام ونختار على طول. طيب ده بقى بعد ما جبنا الارقام. الغلط ده يعني معناه ان هو بره النانو خالص، ده بره النانو، خلاص، ده بره النانو وده كمان بره النانو. تمام كده؟ تمام. اذا ده هيكون 1 دايمنشنال، تمام كده؟ لان هو في دايمنشن واحد بس، هنا 17 وكسر. طب هنا ده في النانو، ده في النانو، ده في النانو، يبقى ده 3 دايمنشنال. ها، ده نانو، ده بره النانو، ده نانو، يبقى ده 2 دايمنشنال. طب ده بره وده في النانو وده بره، يبقى ده 1 دايمنشنال. كده احنا رتبناهم كلهم. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا بقى انت بتعمل ايه؟ انا اللي بعمله كالاتي: من الميتر تو النانوميتر، يعني من الكبير للصغير، يبقى تايمز 10 باور 9، بوزيتيف 9. هتضرب لي كل الارقام دي في تايمز 10 باور 9، هيطلع لك الارقام اللي انا جبتها دي. هو عايز 3 دايمنشنال نانو سابستانس، هتكون مين؟ من ال 3 الاكس. طب مين ال 2؟ الكربون نانو تيوب دي 2 دايمنشنال نانو سابستانس، اللي هي مين؟ اللي هي الواي. وبقى دي اجابه سؤالك يا معلم، خلاص؟ يلا سؤالنا اللي بعده: كالكيوليت الماس اوف
7.1 لتر اوف الامونيا جاز. انت بس شغلك الشاغل تبقى فاكر ان الامونيا جاز ان اتش 3. طب هعمل ايه يا مستر؟ بمنتهى البساطه يا دكتور، بص اهو ادي البيراميد اللي هتحل بيه المساله، اللي هو مين؟ بص يا باشا، مش هو مديك الفوليوم؟ اه. وعايز الماس؟ اه اهو الفوليوم هقسمه على 22.4، يبقى انا جبت النمبر اوف مول. النمبر اوف مول اقوم ضربه في المولر ماس بتاعت الامونيا، يبقى انا جبت له الماس. خلاص، يبقى الفوليوم اوفر ال 22.4، يبقى انا جبت النمبر اوف مول تايمز المولر ماس، يبقى انا جبت الماس. فهمتني؟ يلا نترجم. هم عاملين كده، هو مديني الفوليوم، اقول له اهو ادي هقول له كده بقى النمبر اوف مول ايكوال، اهو النمبر اوف المولز ايكوال الفوليوم اللي هو ده اوفر 22.4. ها، يبقى النمبر اوف مول بكام؟ يبقى 7.1 اوفر 22.4 طلع بكام؟ ب 0.3169. حلو الكلام، حلو الكلام. مول ممكن تخليها زي ما هي على الآلة، يعني خليها ما تشيلهاش. تمام. طيب هعمل ايه بعد كده؟ اقول له الماس ايكوال النمبر اوف مول تايمز المولر ماس. طيب النمبر اوف مول على الآلة معايا، طب المولر ماس؟ المولر ماس للأمونيا، لأن 14 وي هيبقى 14 بلس 3 تايمز 1 ب 3، يبقى دول 17. يبقى اقول له كده 17 تايمز الانس اللي انا جبتها، فاهم حاجه؟ يبقى هنا 17 تايمز الانس اللي هو النمبر اوف مول اللي طلع اللي هو 0.3169، فاهم حاجه؟ يطلع لي ايه بقى؟ يطلع لي بالجرام، ولازم تكتب الميجرنج يونت يا معلم. فهمنا اللعبه؟ يبقى طلع بكام يا مستر؟ هتطلع ب 5.38 جرام. شكرا، هي دي الاجابه بتاعتك. طيب يلا اللي بعده. يلا يا مستر، المولر كونسنتريشن اوف السوليوشن، ها مولر كونسنتريشن لاي سوليوشن ديبندز اون التمبريتشر ان لايك اتس مولر كونسنتريشن، ها اكسبلين ذيس ستيتمنت. يعني ايه؟ هو ليه يا دكتور المولر كونسنتريشن بيعتمد على التمبريتشر؟ خلاص، ان لايك مش بيشبه المولر كونسنتريشن، ها ليه؟ هقول لك. تعال بمنتهى البساطه، حضرتك هتقوم ديفاين المولر كونسنتريشن، تقول لي مستر ديو تو ان المولر concentration equal ايه؟ اكتب اللو عندك، ها تقول لي النمبر اوف المولز اوف السوليوت، بس اوفر مين؟ هتقول لي اوفر الفوليوم بتاع مين؟ اوف السوليوشن، ها بالليتر. طب وده معناه ايه؟ معناه يا مستر ان الفوليوم اوف السوليوشن بيحصل له ايه؟ بيحصل له تشينج. اقول له كده ان الفوليوم اوف السوليوشن ايه تشينج؟ باي تشينجينج مين؟ باي تشينجينج التمبريتشر. ليه؟ هقول لك. تعالى دلوقتي الفوليوم بتاع السوليوشن مالي، تعالى نسخن. حلو، هل الفوليوم هيبقى هو؟ لا طبعا. فهمت اللعبه؟ لذلك الفوليوم اوف السوليوشن يتاثر بالتمبريتشر. زي مين؟ زي بالظبط مثال الميه، وهي ليكويد والميه وهي سوليد. هل الفوليوم هيكون واحد لما انت تعمل تعلي التمبريتشر او تقلل التمبريتشر؟ لا، الفوليوم بيتغير. هنقول له كده بقى وايل، بينما المولال كونسنتريشن، ها المولال كونسنتريشن ده معناه ايه؟ معناه النمبر اوف المولز بتاعت السوليوت برضو اوفر ايه؟ اوفر الماس اوف السولفنت. طيب هل الماس عمرها هتتغير بالتمبريتشر؟ لا، الماس نوت افكت باي الايه؟ نوت افكتد، لا تتاثر باي تشينج الايه؟ التمبريتشر. انا بكتب طبعا بسرعه بس انت سامعني، يعني انت سامعني فانت هتقدر ايه تفهم الكلام وتبيض. يبقى الماس اوف السوليوشن نوت افكتد باي تشينج الايه؟ التمبريتشر. عشان كده المولر كونسنتريشن بيعتمد على التمبريتشر، انما المولر ما بيعتمدش على الايه؟ على التمبريتشر. يلا اخر سؤال عندك في الامتحان، بيقول لك واي ار ذا بينتس اوف الوولز كلاسيفايد از كولويدز نوت سوليوشن. بص اي حاجه كولويدز هتقول يا مستر ديو تو، ها ان الدايمترز اوف البارتيكل، هتقول لي كده ديو تو ان الدايمتر اوف البارتيكلز مالها؟ هتقول لي يا مستر ان الرينج، خلاص بين 1 تو 1000 نانو. ايه هتقول لي؟ نانو متر يا مستر. اي حاجه كولويد يبقى هي في الرينج من 1 ل 1 ايه 1000، وبالتالي بتكون ايه؟ بتكون كولويدز نوت سوليوشن، لان السوليوشن طبعا ليس ذان 1 ايه نانومتر. وكده بفضل الله نكون خلصنا لك الاكزام موديل 2. خد بالك هتلاقي بقيه الامتحانات بتاعتك محلوله على بلاي ليست خلاص للسنه اللي فاتت، فتقدر يعني تحل ما توقفش. فهي الامتحانات موجوده، ادخل على البلاي ليست ويشوف امتحاناتك صححها. انا طبعا كان ناقص كذا امتحان كده هحلهم الاول دلوقتي، يعني هبتدي انزلهم عشان اكملك، يبقى كل الامتحانات نزلت.
ولو في وقت ان شاء الله هنزل لك الجديد لحد ما ينزل لك ان شاء الله الريفيجن بتاعت يونت 3 والمنهج كامل باذن الله. شكرا مشاهده، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم.